دعني أقول أنه ما تفضل به الضيف من السعودية هو تجني أن إيران هي تحاول أن تستفز أو إلى آخره. من يستفز هو الذي أرسل عشرات أكثر من 10,000 إرهابي لتفجير نفسه في العراق، 5,000 منهم محكومون بالإعدام في جسر الحوت. قاسم سليمان عندما أرسلته ذهب ليوزع الإغاثة والورود. قاسم سليمان والمهندس عندما خلي كمل يا الأمريكان مطار بغداد. يا أخذت فرصتك، خلي كمل، يأتيك الوقت وأن ترد. هو استمع لا لك يتجنى على لا يتجنى لا لا على ما استمع إليك خلي استمع وهو عليك. كمل وهو جاء بطلب رسمي يختلف الموضوع. واستطاع السيد سليماني أن ينقذ العراق من الإرهاب إلى جانب الحشد الشعبي وإلى جانب القوات العسكرية العراقية. إيران لم تدخل هكذا، لا، إيران دخلت بطلب، في سوريا دخلت بطلب، في حين الآلاف من الإرهابيين السعوديين دخلوا وقتلوا العراقيين. يعني بطلب من يجب ماذا أن لا نتجاوز التاريخ. سيد حسين، بطلب من من؟ هذه حكومة عراقية منتخبة. أستاذ حسين، طلبت أستاذ حسين. طلبت ماذا؟ طلبت الحكومة العراقية المنتخبة ماذا طلبت حتى نثبت؟ الحكومة، يعني حكومة السيد نوري المالكي، نعم، هي التي طلبت، وهذا موثق، يعني ليس أنه أنا ماذا أقوله طلبت الآن من عندي. ماذا طلبت؟ طلب من إيران أن تساعد العراق في مواجهة داعش. زين، كيف ساعدتم العراق وهذا ما حدث في مواجهة داعش؟ المعلومات تقول نحن اشترينا منكم أسلحة ودفعنا كامل مبالغها، وحتى الأسلحة التي تم شرائها كانت أسعارها فوق أسعار السوق الدولية. انطيني غيره، انطيني غيره. سيد نجم، نعم، سيد نجم، لحظة، اسمح لي اسمح لي أجيب على السؤال. نعم، إيران قدمت السلاح، استلمت الثمن، ولكن العراق، عفوا، العراق قدم الثمن لأمريكا ولم تقدم له السلاح. عندما طالب أمريكا بضرورة تسليم السلاح لم يقم. إيران قامت بفتح مخازن السلاح الموجودة للحرس والجيش وقدمته للعراق. هناك يعني المئات من الإيرانيين قاتلوا إلى جانب العراقيين في الدفاع عن السيادة العراقية أمام هذه التيارات الإرهابية. والله هذا هو الواقع. والله الواقع العراقيين يعرفون ذلك. يا سيد حسين، الواقع يقول البطولة على الأرض كانت إلى العراقيين والدماء العراقية. نحن لا ننكر أن هنالك تحالف دولي ساعدنا، اشترينا أسلحة من إيران، لكن كله كان مدفوع الثمن، لكن دماءنا العراقية هي كانت ثمنا أن تأخذ المنطقة حريتها. هذا للتاريخ أنا أثبته أمامك وأمام كل شعوب المنطقة. دماؤنا التي أنهت داعش ليس غيرها. يعني أنت تنكر أن إيران وقفت إلى جانب القوات المسلحة العراقية أنا لا في الحرب ضد الإرهاب؟ أنا لا أنكر، فتحتم لنا مخازن أسلحتكم مشكورين، ودفعنا لكم ثمنها على عد التومان والدولار والدينار. بعد أحسنت.